بيض اخويا دابا شويه الثمن زاد وماشي بزاف. كان الثمن من قبل سيدنا رمضان كنا كنبيعوا البيض 30 29 30 29 28، والرقيقه راه كانت عندي واحد المويه كنبيعها ب 25 26. دابا في هذه المناسبه سيدنا رمضان البيض راه زاد واحد شويه وماشي بزاف، يعني هذه اللي كنا نبيعوها ب 30 ريال ولا كنا نبيعوها ب 32، وهذه كنا كنبيعوها ب 30 ولا كنبيعوها ب 31، وهذه هي 29، ولكن هذه المويه زادت اصحابي، هاي المويه زادت شي شويه. السبب في نظرك الزياده اللي ديال المباركه؟ مع سيدنا رمضان اخي كيكون طالب شويه على البيض، هذاك الشيء علاش زادت شويه، تزاد واحد ريال جد ريال تقريبا اللي تزادت، واحد 5 فرانك 10 فرانك اللي تزادت تقريبا في البيض. والله يكون في العوانه، البيض غالي يا صاحبي، البيض غالي بزاف، الله يكون في العوانه باش الانسان ياخذ هذا البلاطو هذا ب 960، راه بزاف على الدرويش اخي، راه قاصح انت كتشوفها 960 ريال بزاف. عندنا هاد الموينه هي راه كنبيعوها حتى هي تقريبا ب 900، هي راه كنبيعوها ب 930 ريال اصاحبي، الله يكون في العوان، راه قاصحه على الدرويش هادي اصاحبي بزاف. كاين الغلاء والله يكون في العوان، وماشي كاين غير البيض اصاحبي. مول المحل كتلقى البيض عنده زايد شويه اخي، كتلقى البيض في الحانوت 35 ريال 36 34 في الحانوت. بالنسبه لنا حنايا في السوق ديال الحي راه كنبيعوا البيض هابط شويه، كنبيعوا ب 32 30 31، ماشي هي مول الحانوت. مول الحانوت تلقى حتى هو شاد البيض غالي اصاحبي. اي الاسباب ديال الغلاء ديال البيض هو العلف اصاحبي، البيض كان العلف شحال هادي 40 ريال 44 50 56 الا غلى البيض. دابا اصاحبي البيض العلف، اسمح لي العلف دابا صاحبي تقريبا راه ولا 116 ريال 114 120 جمله باش يوصل على الناس الفيرما، الله يكون في العوان. البيض دابا هو اللي مغلي هو العلف اصاحبي. ثلاثه السلعات هنا صاحبي عندي، عندي البيض، عندي هاد الغليظه هادي، وعندي المويه انا هي، اسمح لي اوريها قبيله ونعاود نوريها لك. هي مرحبا غادي صاحبي، مخلصه بالجمله 140 141 فرانك، يعني ب 28 ريال وفرانك باش مخلصه هادي هي بالجمله هي صاحبي، الله يكون في العوان. يعني كنخرج منها 30 31 اما فيها غير البركه وصافي، الله يكون في العوان. والغلاء ديال الشيء صاحبي هو الاسعار، الاسعار غاليه بزاف، العلف هو اللي مغلي هاد البيض هذا، مغالي بزاف.